الآن فرصتهم للمرتدة. باريلا روعة روعة روعة. الكرة في المساحة، يعدي إلى منطقة الجزاء. تلعب الكرة جميلة، صعب على الفريق. هاري كين، تصدي غير عادي، تمريرة جميلة. لدي حلول كثيرة. ليفان، الله ما. سيداتي أنساتي سادتي أحبائي، مباراة اليوم أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة. جو كورة، جو يساعد اللاعب. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. بينية جميلة. الآن فرصتهم للمرتدة. باريلا ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. من يؤمن في قدراته يستطيع أن يحقق المعجزات. هذه هي كرة القدم. وهذا نيمار بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. أرنولد يتدخل في الوقت المناسب، يلعبها في المساحة، يعدي إلى منطقة الجزاء. تلعب الكرة والتعادل يأتي. نعود مرة أخرى لنقطة البداية بعد دقائق قليلة. التقدم في النتيجة يمكن أن يفيد الفريق على أكثر من جهة إذا تمكن من استغلال ذلك لصالحه جيدا في الملعب. واضح أنه جاريث بيل. تسديدة رائعة. ركنية قصيرة. الآن محاولة لرد الخطورة. تحول سريع في الملعب. تمريرة جميلة. هجمة مرتدة الآن. ينجح في المرور. كرة أرضية للقائم الثاني. دي ليخت شتت الكرة بعيدا. استعادة سريعة للكرة. هاري كين. مبابي. بس يلعبها كين. مرة أخرى. بينية رائعة. يحاول يسدد أمام فرصة للتسجيل. وها هي نهاية الشوط الأول. الشوط الثاني على وشك البداية. باريلا. هاري كين يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. برونو فرنانديز. بينية قطع دفاع، لم يكن هنالك الكثير من الخطورة هنا بعد أن قطع دفاع في الوقت المناسب. باريلا. تدخل جميل واعتراض أجمل. روبرتو كارلوس يلعب كرة بينية. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. هاري كين. الآن المدرب يستخدم أوراقه على دكة البدلاء. ضغط كبير يساعده في استعادة الكرة. كرة إلى الأمام. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. يبعدون هذا. سكولز في الوقت المناسب يتدخل. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يلعبها في المساحة. تمريرة جميلة. لدي حلول كثيرة. ليفان، الله. وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. الضغط يولد الأخطاء في عالم كرة القدم. إذا ارتكبت الخطأ هنا يعني الخطورة ستكون موجودة بلا شك. العقوبة بعد ذلك كانت بهذه اللقطة وبهذا الهدف. شوف سرعة التأثير على محاولة التسديد. لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا. مودريتش لا يمكن أن يلام على ضياع هذه الكرة. سددها بشكل رائع. من تسديداتها في المرات القادمة. تلعب الكرة إلى الأمام.
سيء، لم يكن بشكل جيد في يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة بينية جميلة عند المساحة الخالية على الطرف. كرة رأسية حلوة الفرصة والتنفيذ. يشتتها بعيدا. بينية رائعة. لعبة جميلة تسديدة أجمل. لعبة رائعة. والدفاع يبعدها. لمسة على اليسار. لا تنتهي المباراة. هذه مباراة تدرس.